اللي صار بمول أمستردام منو شي عادي، بمكان عام بنص أوروبا مزين بزينة الميلاد ومليان ناس عم تتحضر لبداية سنة جديدة، صارت تشتي فجأة على العالم مناشير وراء صغيرة بمشهد بذكر لوهلي بالمناشير الإسرائيلية اللي بتنزل على أهل غزة. ناس صارت عم تلم الوراق وتقراها، وناس مركزة بالصوت يلي عم يحكي عن المجازر المرتكبة بحق فلسطين وأطفالها. الفيديو ضج فعلياً على مواقع التواصل، ولكن شو أهميته وبشو معقول يفيد القضية؟ أولاً حط قدام عيون الناس حقيقة هي أصلاً واضحة مثل الشمس، ولكن كتار ما بدهم يشوفوها. وبرأيي هيدا الفيديو هو دليل كافي على فوز غزة بحرب السوشيال ميديا، وهيدا المشهد بأكد تحليلات طلعت عن أنه معظم المنشورات على مواقع التواصل هي ضد إسرائيل. كيان الاحتلال هاجم غزة بأقوى الأسلحة، بينما أهل غزة حاربوهن بشغلتين: صبر وكاميرا التليفون. معتز عزيزة مثلاً لوحده صار عنده أكثر من 17.5 مليون متابع، يعني تقدم على عدد متابعي جو بايدن رئيس أكبر دولة بالعالم. وهذا الرقم لوحده صار كمان ترند وكشف عن حجم التأثير الفلسطيني بالسوشيال ميديا. بالآخر، هل مواقع التواصل ممكن تغير بنتائج الحرب على أرض الواقع؟ خبروني أنتم شو رأيكم؟